جدا. هناك ورش كبير يشتغل عليه في وزارة العدل وإنجاز الإدارة الرقمية، الوصول إن شاء الله إلى إنجاز المحكمة الرقمية. وحرصنا دائما على انخراط المهن القانونية في مشروع الرقمنة. اليوم نحن سعداء بأن مهنة التوثيق العصري قامت بمجهودات جبارة حقيقة تستحق الإشادة والتمويل في اكتساب المهارات الرقمية وفي العمل الرقمي والاتصال الإلكتروني. اليوم أشرفنا على محطة مهمة في هذا الوقت الكبير هي توقيع على اتفاقية التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات القانونية بين الوكالة العامة للمحافظة البقرية والهيئة الوطنية للموثقين، لكي يتمكن الموثقون من التبادل الإلكتروني للمعلومات مع والوثائق والمستندات عن طريق مصالح الوكالة. إذا الأداء الإلكتروني لواجبات التأكيد باليقين هنا الخطوة المباركة لتدخل الشفافية إلى تعاملات الموثقين، وستعمل على ربط المهارات وعلى تبسيط المصادر والاتصالات بين الموثقين و عبدالله الشابو رئيس الهيئة الوطنية للموثقين. اليوم كنعيشوا واحد الحدث اللي هو خاص بالنسبة لنا كهيئة الوطنية للموثقين. اليوم تم التوقيع على اتفاقية التعاون ما بيننا وبين الهيئة الوطنية ما بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. هذه الاتفاقية اللي غتمكن الموثقين من التبادل الإلكتروني مع الإدارة ديال المحافظة العقارية، وغادي تمكن الموثقات والموثقين من تحفيظ العقود وتأكيدها والحصول على الشواهد عبر هذا البواب التوثيق. فهذا في حد ذاته قفزه نوعيه اللي غادي يساهم في الاجنس ناسيونال دو كونسيرفاسيون فرونسيير دو كاداستري دو لا كارتوغرافي و لو كونسي ناسيونال دو لورد نوتير اون سيغني اوجوردي اون كونفونسيون سو لا بريزيدونس دو ميسيو ميزي دو لا جوستيس. سيت كونفونسيون فا بيرميتر دي دومان او نوتير دو رويوم داكسيدي ا اون بلاتفورم ديجيتال ترانزاكسيونيل سيكوريزي pour réaliser l'ensemble des transactions notariales. Et quand on parle de l'ensemble des transactions notariales, cela va du dépôt de dossiers électroniques jusqu'au paiement des droits de la conservation foncière, encore une fois par voie digitale. Alors tout cela a un objectif fondamental, c'est primo d'apporter de la transparence et de la traçabilité dans les opérations, et secondo, sécuriser les transactions, à commencer par les documents qui sous-tendent ces transactions notariales. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.